during this holy month of Ramadan from Lebanon and is currently praying at Newport. He will be, by the way, praying with us today the Isha and Tarawih prayers. But he thought to come and share with you some of his experiences that he's witnessed from Lebanon on what's been happening within Syria and some of the refugee areas. So please make him feel welcome. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الإخوة المؤمنون، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وتلاوة القرآن والصلاة على سيدنا العدنان محمد. أما بعد، يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. يقول ربنا عز وجل: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. أيها الإخوة، جادوا بأولادهم وجادوا بأرواحهم وجادوا بديارهم ومساجدهم وبفلذات أكبادهم، فجودوا بأموالكم. والله لا أحدثكم بما رأيناه يوم العين وبما شاهدناه على حدود حمص الأبية، حمص خالد رضي الله تعالى عنه، ودرع الأمة سعد بن معاذ رضي الله عنه، وفي داريا بلال بن رباح، وفي المسجد الأموي الشامخ شموخ الجبال بإذن الله. لكن صلوا على الحبيب محمد واسمعوا معي لقصتين أو ثلاث قبل أن آتي. أيها الإخوة، وصلتنا فيديوهات والله لا تتحملها الأجساد، فتاة اغتصبوها جهارا نهارا أمام العالم، لكنها لم تصل إلى الإعلام العالمي بعد. وبعدما اغتصبوها في قارعة الطريق، نشروا صدرها عن جسدها بمنشار الحطب. عليهم الله، ولكن لا تكونين في جنة الخلد مع سيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. أما رأيت ذلك الطفل يحمل لافتة كتب عليها: حافظ الأسد قتل جدي وبشار الأسد قتل والدي، فألقوا القبض عليه وأخذوه إلى الزنبقين وقطعوا يديه. أتدرون بماذا؟ والله بشرمان الكهرباء الذي ينشأ فيه الحديد، وقطعوا قدماه. والله الذي لا إله إلا هو، جرائم ما حصلت في تاريخ البشرية، والذي رفع السماء بغير عمد وبسط الماء على جمد. أتوا بفتيات وصبايا من جسر الشغور فخلعوا علي عنهن ثيابهن، جعلوهن عراة وتركوا عليهن الجيش يفتك بهن، يغتصب ما شاء ويترك ما شاء. عذبوهن تعذيبا، حتى أن بنتا وصلت إلينا إلى لبنان فوجدوها تشرب دواء الغسيل تحاول الانتحار. أتدرون لما؟ علمت بأنها حامل من الزنا، حامل من الاغتصاب، من اغتصاب الشبيحة الذين سطروا بأخلاقهم لا يحملوا
أخلاقا ولا دينا ولا ضميرا ولا رأفة ولا رحمة بالعباد والبلاد، حتى أنهم قتلوا الحمير، قتلوا الشيخ المقعد، وقتلوا المرأة التي تبكي ابنها ثكلى وجرحى وجوعى وعطشى، هدما شحطوهم وجردوهم، سلبوا جلودهم، قطعوه ضربا، ما احترموا المقدسات، مزقوا المصاحف، هدموا المعالم، قصفوا المساجد دور العبادة. عليهم الله، نسأل الله، ارفعوا أيديكم إلى الله. يا رب، يا رب العالمين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين، أبدل بشار بقواه ضعفا، وبعزه ذلا، وبصحته سقما، وبعافيته مرضا. اللهم أغرس لسانه، وأعمي بصره، وشل أركانه، اللهم صم أذنه. يا رب العالمين، زلزل الأرض بهم، اللهم اكفنا من شرهم، اللهم لا نحتمل ما نرى لما يجري لإخواننا وأخواتنا في سورية الأبية. يا رب العالمين، عجل بالفرج، اللهم عجل بالنصر، نفس الهم ونفس الكرب، اللهم أطعم الجوع واسق العطشى، اللهم داوي الجرحى وفك الأسرى واشف المرضى، اللهم مكنهم من رقاب أعدائهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا. يا رب العالمين، يا خير من دعي، يا أكرم من أعطى في هذه الليالي، اللهم اجعل لنا بالعيد عيدان يا رب العالمين، فرحة تثلج بها القلوب وتقر بها الأبصار. أيها الإخوة المؤمنون، وختاما أدعوكم بالله عليكم أن تقرضوا الله، أن تدينوا الله، أن تهبوا لله، أن تعطوا لله. رأيتم ما رأيتم، وهو غيظ من فيض ما وصل للإعلام. فهناك قرى بعيدة عن المدن، ما فيها إنترنت، ولا فيها محمول، ولا جوال، ولا كليوي، ولا اتصالات، فدهس الناس بالدبابات. نعم، مدوا لهم يد العون، أعطوهم ما أعطاكم الله. أيها الإخوة، جادوا بأغلى ما عندهم، أيها الإخوة، جادوا بأغلى ما عندهم، فجودوا بأموالكم، تكونون كالذي جاهد، وكالذي غزا، وكالذي أعطى، وكالذي اتقى، تجدون ذلك في ميزان حسناتكم يوم القيامة، ويعوض الباري عز وجل على أبنائكم، وعلى أطفالكم، وعلى إخوانكم بمالكم. نعم، ندعوكم بالله عليكم أن تقدموا وأن تعطوا، أن تعطوا لأهلنا في سورية، في لبنان. وصلتني رسائل، العدد فاق 100,000 من النازحين، وفي الأردن أضعاف مضاعفة، وفي سوريا هجروا من ديارهم لاجئين في سوريا. نسألكم بالله أيها الإخوة، نناشدكم الله عز وجل أن تقفوا وقفة عز، والتاريخ سيسجل. طلبوا الحرية، ما طلبوا إلا التخلص من العبودية. نسأل الله عز وجل لنا ولكم القبول في الدنيا والآخرة، والسداد والتوفيق. وصلي يا ربنا وسلم على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.